حياكم الله مشاهدينا في نشرة موسم الرياض 2021 والبداية بالعناوين. قرية زمان مستمرة حتى 16 من يناير الجاري. علامات تجارية سعودية تتنافس عالميا في معرض نبوة. سوق الأحد في البوليفارد متاجر سعودية بمفهوم تسويقي جديد. حياكم الله من جديد مشاهدينا. تم تمديد فعاليات منطقة قرية زمان المجانية حتى 16 من يناير الجاري، حيث استطاعت قرية زمان أن تعكس التراث السعودي وتعزز تعريف الجيل الجديد بتاريخ المملكة، كما تمكنهم من معايشة أزمان مضت عبر التجول بين البيوت الطينية والمتاجر التراثية. استنوا استنوا لا تزعلوا، في عندي لكم خبر بالمرة حلو. قرية زمان مستمرة معاكم كمان وكمان. أطلق موسم الرياض ضمن فعالياته ولأول مرة سوق الأحد في منطقة البوليفارد كتجربة تسوق جديدة ودعما أيضا لمشاريع صنعت بأيادي شباب سعودية. زميلتنا شيماء الزهراني أعدت لنا هذا التقرير، خلونا نشوفه سوا. سوق الأحد، هذا السوق الذي يمثل إحدى العادات العربية الحاضرة منذ القدم وحتى اليوم. شكلت الأسواق الأسبوعية قديماً نواة تجارية ونقطة التقاء التجار. خالد أحد المشاركين في هذا السوق، بدأ مشروعه منذ 4 أشهر فقط. أول شيء مشاركة مو مثل مشاركة الأونلاين، يعني لما تبيع أونلاين أو تكون على أرض الواقع، أرض الواقع تشوف آراء الناس، وش الأشياء اللي ينجذبون لها، الأشياء اللي يعجبون فيها، تقدر تطور منها. الإقبال جدا ممتاز، يعني أتوقع أنت شايفة، حتى حاولنا نصور ما قدرنا وما لنا إلا 3 ساعات، ما شاء الله ما يوقفون، ما شاء الله اللي يجون. لحد الآن أتوقع ما لي 2 أو 3 ساعات، ما شاء الله يمكن حدود 300 عميل. 30 متجرا تحتضنهم منطقة البوليفارد كل أسبوعين، دعما للمشاريع السعودية الناشئة والمتوسطة والصغيرة. تقريبا صار لنا 1.5 سنة فاتحين المتجر، متخصصين في السدو. إقبال الناس علينا كان مرة ممتاز، والناس تسأل وتستفسر وتبغى معلومات أكثر، فيكون في تواصل بين المتجر وبين الكاستمرز اللي يجون. أعاد موسم الرياض تجربة الأسواق الأسبوعية التي يمتد تاريخها منذ مئات السنين بمفهوم تسويقي جديد.
شيماء الزهراني، الإخبارية، الرياض. تنافس العلامات التجارية السعودية قرينتها العالمية تحت سقف واحد في معرض نجوى في منطقة واجهة الرياض، حيث يضم المنتجات المحلية والعالمية في مجالات مختلفة، فيتيح لأصحاب العلامات التجارية فرصة التسويق لمنتجاتهم. سعودي لوكال ديزاين، متخصص في اعمال الاكسسوارز من فاخر، طفايات، صواني، واي طلب يكون بناء على طلب العميل باي شكل يحتاجه ويناسبه. عندي براند اسمها لاونجي، صناعه سعوديه، تصميم سعودي، يونيسكس. اقدم ملابس اطفال مميزه من عمر سنتين الى عمر 11 سنه. للحديث اكثر ينضم الينا المشارك في معرض نجوى احمد المشاري، يسعد مساك. يا هلا وسهلا. يعني أبغى أبدأ معك من بداية مشروعك. بداية الفكرة كانت في 2016 تقريبا، قول لنا كيف من 2016 وحتى وصولا إلى معرض نجوى، خذنا في رحلة حول هذا المشروع. البداية كانت تجربة شخصية بسيطة، كنا نحاول نأثث بيتنا وتطورنا إلى أن نطلب من أصدقاء والأقارب. فتحنا حساب على تطبيق الانستغرام، وبعدها يعني تطورنا إلى أسسنا موقع بعد ما حصلنا على دعم المشاريع الناشئة. استمر الدعم لمدة سنتين، والحمد لله تواصلوا معنا الأخوان في الفترة الأخيرة للمشاركة في نجوى. جميل. توفيق من الله ووصلنا إلى نجوى. طيب والحمد. نيجي لنقطة المشاركة في نجوى والتواصل معكم من أجل هذه المشاركة. بالتأكيد أنه هناك معارض كثير موجودة داخل المملكة وخارج المملكة، ولازم يكون في دراسة جدوى المشاركة في هذا المعرض قبل ما تكون تقرر أنه تشارك في أي معرض. كيف كانت دراستك لمعرض نجوى؟ إيش اللي خلاك أنه تقرر أنه حتشارك في هذا المعرض؟ أنا الكاستمرز اللي عندنا اللي كانوا يطلبون كانوا أغلبهم من الرياض، العملاء. نعم العملاء، وهذا واحد من الأشياء اللي شجعنا. حنا بزنس أونلاين بزنس، وقاعدين نشوف المناطق على حسب مناطق المملكة، فالتوجه كان للرياض بالنسبة لنا كان طموح. الأخوة في نجوى لما تواصلوا معنا قلنا هذه الفرصة هي الذهبية بالنسبة للأماكة. نعم. طيب أبغى أفهم أكثر، ليش الفرصة ذهبية؟ هل هناك مثلا عائد؟ يعني يمكن اليوم الثالث من هذا المعرض، اليوم الثالث في نقول المبيعات من خلال هذا المعرض، لاحظتم هناك نسبة مرتفعة في المبيعات؟ هناك فائدة وأثر إيجابي من المشاركة؟ في اكثر من فائده، مش بس المبيع. يكون فيها دعايه للبراند حقنا، يكون فيها تعرف على مهندسين وعلى مصممين وعلى منافسين كذا، يكون فيها احتكاك مع عملائنا، نتعرف على الذائقه العاليه للمجتمع السعودي واهل الرياض والقاطنين في الرياض. كل التوفيق لكم بإذن الله. شكرا جزيلا على هذه المداخلة المشارك في معرض نجوى أحمد المشاري، يعطيك العافية. أيضا مشاهدينا، ينضم إلينا من معرض نجوى مراسل الإخبارية سعود النشمي ليطلعنا على الأجواء في هذا المعرض. يسعد مساك يا سعود. يسعد مساك سارة، ويسعد مساء مشاهدي الإخبارية الكرام في كل مكان. يا هلا وسهلا سعود، أطلعنا على الأجواء في معرض نجوى، أيضا على المشاركين، وما الذي لديك من معلومات حول هذا المعرض؟
حقيقة سارة أنه المعرض من المعارض المتفردة لعدة أسباب، أنه يأخذ من اسمه نصيب كبير لأنه نقوة في كل المجالات اللي يحتويها المعرض، من المجوهرات، من الأزياء، من الفنون التشكيلية، من المنحوتات، من المشغولات اليدوية، من الملابس، من اللوحة التشكيلية، من بعض القطع النادرة سواء كانت موسيقية أو تحف أو غيره. المعرض اليوم في يومه الثالث ويستمر حتى السابع من الشهر الجاري. طبعا المعرض الإقبال عليه شديد جدا من أطياف كبيرة من شرائح المجتمع، الصغار وكبار، المصممين والمتبضعين أيضا هنا موجودين، إضافة إلى مشاركة بعض وكالات السيارات الفاخرة ووكالات السيارات السعودية في بعض الماركات الإيطالية والبريطانية إن صح التعبير. يمكن سارة يعني الأزياء يعني كان لها لمحة جميلة، لا سيما وأن المصممين السعوديين على كعبهم في مجال التصميم عالميا خصوصا في السنوات الأخيرة، سواء كانت في مجال الأزياء النسائية أو الرجالية. وبهذا الصدد تحديدا يسرنا وباسمكم أن نرحب بسمو الأمير فهد بن بندر، مصمم ورائد أعمال. سمو الأمير مساك الله بالخير، وبودي لو تطلعنا وسادة المشاهدين كمصمم ورائد أعمال، مشاركتك في مثل هذه المعارض كيف ممكنها تدعم الإقبال على المنتوجات السعودية أو البراندات السعودية بشكل عام؟ أولا أحب أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وهيئة الترفيه على المجهودات اللي كنا نحلم فيها وشفناها بفضل الله ثم بفضلهم المملكة العربية السعودية. طبعا كرائد أعمال ومصمم سعودي، المجهودات اللي قاعدة تسويها هيئة الترفيه دعمتنا كل الدعم، عرفت الشعب السعودي بالمنتجات وبالأعمال السعودية سواء كان بالأزياء سواء كان بكل الأعمال، دعمونا وصاروا يشوفونا في كل إيفنت، والإيفنتات اللي زي كذا طبعا ما فيها خسارة، بالعكس كل أحد فيها كسبان الحمد لله، كل أحد فيها كسبان. طبعا إحنا والهيئة لهم كل الفضل بالسماح لهم بمشاركتنا ومتواجدنا في أماكن زي هذه الأماكن. يعني أمير فهد أنت تشجع مصممين الأزياء من جميع أو المصممين السعوديين بالمشاركة في مثل هذه المعارض؟ طبعا هذه فرصة الحكومة قاعدة تقدمها لنا إحنا كشعب، إن ما استغليناها فإحنا الخسرانين، هذه فرصة مقدمة لنا والحمد لله استغليناها وبإذن الله نكون ناجحين فيها بإذن الله. أمير فهد بن بندر مصمم مراد أعمال السعودية، شكرا جزيلا لك. العفو، شرفتونا. نعم سارة، هذا ما أفاد فيه فهد بن بندر مصمم مراد أعمال السعودية، إضافة إلى توافد العديد من الزوار إلى معرض نقوة الذي يقام على هامش موسم الرياض والذي يقام بالقرب من واجهة الرياض ويستمر إلى سبع من الشهر الجاري. هذا أبرز ما لدي سارة. نعم يعطيك العافية سعود النشبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نجوم ستاند اب كوميدي يتنافسون على الألعاب الارتجالية الكوميدية المليئة بالمتعة والضحك بمسرح محمد العالي البوليفارد في 6 يناير الجاري. راسلينكم في ايميل، والله راسلينكم ايميل، روحوا شوفوا على الدبلي يتكلم عنكم. مين فرامكم؟ شو اسمك اخوي؟ محمد ال. ونعم والله يعطيك العافيه، وانا حاب اقول لك من هذا المنبر ان انا احبك واحب كل موظفين ارامكو، بس ممكن تبطلون تذلون امنا انكم ارامكو، بس هذا الطلب البسيط يعني، ممكن تبطل تجي العزة ريحتك نفط لابس السوت. بدل في السيارة يا أخي، البس ثوب يا محمد، محمد البس ثوب في السيارة يا محمد، تيجي العزة كذا هاي، عظم الله أجرك برو، هاي سوري ما جيت بدري، بس I had emails. ويجي يجلس بصوت كذا المشي الأرام كصوت مفاتيح، ينضم إلينا إبراهيم الحجاج ليحدثنا أكثر حول هذه الفعالية. يسعد مساك ويا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، والله يعطيك العافية سارة وشكرا لكم
على الاستضافة الجميلة. الله يعافيك. صرت ذكرت فيديو أرامكو وقاعد أضحك من زمان ما سمعته صراحة. يعني أنا ما أبغى أحكي لك كيف كان الصوت في إذني من الكنترول على الضحك، ولكن خلينا ندخل في فكرة الألعاب الارتجالية الكوميدية. حقيقة أنا لما قريت الألعاب الارتجالية قعدت أفكر، هل هو إنه الألعاب فيها تنسيق مسبق وتفكير مسبق، والارتجال حيكون يعني في اللعبة بالتفاعل مع الجمهور؟ يعني لو توضح لي أكثر الفكرة. جميل، يعطيكم العافية. ولكن احنا عندنا ثلاث عروض ان شاء الله في الموسم في البوليفارد على مسرح محمد العلي الله يرحمه. عندنا في 6 و7 يناير عروض ليالي العاب الارتجال، ويوم 8 يناير عندنا عرض ستاند اب كوميدي طبيعي. عروض العاب الارتجال هي عروض ارتجالية بنسبة 99%. الشيء الوحيد المعد هي الالعاب اللي راح يتنافسون عليها الفريقين الموجودين معانا. احنا عندنا فريق احمر وفريق اسود، كل فريق فيه 3 ممثلين أقوياء ولهم يعني باع في عالم التمثيل والارتجال، وراح يتنافسون على لقب فائز الليلة أو فائز العرض. فبنلعب 5 ألعاب ارتجالية. اللعبة هذه مثلا إذا بنلعب اللعبة الأولى مثلا اسمها غير بدل، اللعبة هذه اللي راح يختار مشهدها هو الجمهور، مو أنا يعني، مش أنا المقدم أو الحكم ولا الكتاب اللي موجودين في الكوميديا، لا، الجمهور اون سبوت لايف في وقت العرض راح يختار مشهد معين والفريق راح يمثله ويرتجل فيه ضمن سياق اللعبه اللي احنا مختارينها. يعني المشهد بيكون مشهد تمثيلي، مشهد مثلا من مسرحيه، من عمل، لا مشهد تمثيلي، ام انه فكره بتختلق ارتجاليا وقتها؟ اي مشهد تمثيلي مرتجل 100% اون سبوت، يعني في العرض في وقت العرض نفسه. والفريقين يتنافسون على لقب الفائز، الجمهور يحدد النقاط تروح لمين على حسب اعجابهم ومدى ضحكهم وتفاعلهم مع المشاهد المرتجلة. جميل، اذا نعتمد كثيرا على تفاعل الجمهور في هذه الالعاب الارتجاليه. خلينا نتكلم على عدد المشاركين، يعني اعطينا فكره كم عددكم، التنسيق والترتيب فيما بينكم وما الى ذلك. انا راح اكون الحكم ومقدم العرض، وعندي فريقين، فريق فيه 3 ممثلين وفريق فيه 3 ممثلين آخرين. عندنا محمد التحطاني وقوقي، عندنا خالد عمر ومحمد هلال، هاشم هوساوي ومهدي الناصر، في الفريقين متقسمين. ويعني احنا عندنا عرضين، فما نعرف مين اللي راح يفوز في العروض هذه. بمعنى انه كل عرض حيكون في مسابقة ويتم تصفية من الست أشخاص المشاركين وصولا إلى العرض الآخر؟ لا ما في تصفية. هو التحدي ينعاد، يعني التحدي ينعاد بين الفريقين، لان كل عرض جديد، يعني كل عرض مختلف، لان الجمهور هو اللي يختار المشاهد. العرض ليالي العاب الارتجال ميزتها يعني انك تكون حاضر في المسرح، عشان هي تجربه اكثر مما هي عرض مسرحي، هي تجربه ارتجاليه تفاعليه مع المشاهد. المشاهد لما يحضر ما راح يكون بس جالس وجالس يضحك او يتفاعل او يشاهد عرض مسرحي، لا، وراح يشارك في بناء العرض، راح يشارك في قرارات العرض، راح يشغل خياله معانا، يعني تجربه ممتعه. يعني هي بما اتمنى كذا جالس مع اصدقائك ومع عائلتك جالسين تسوون شيء مع بعض. جميل. طيب ابراهيم، وانت تتكلم كذا حسيت انه حيكون وضعك كحكم حيدخل فيه شويه كوميديا من الموجوده في عملك كستاند اب كوميدي، هل هذا صحيح ام حتكون حكم بمعنى الكلمه؟ لا والله راح اطقطق عليهم صراحه. ما راح تفوت الفرصه يا ابراهيم. يشوفوني يحطون في الارتجال اكيد فراب، يعني ما اسكت، ما اقدر اسكت، بحاول اسكت ما اقدر. يعطيك العافيه، كل التوفيق لكم ان شاء الله. يعطيك الف عافيه على هذه المداخله، نجم الستاند اب كوميدي الممثل ابراهيم الحجاج. شهدت منطقة ذا جروفز العديد من الحفلات الغنائية خلال الأيام الماضية، حيث جمعت الفن من كل زواياه في مكان واحد. خلونا نشوف. صدقنا واضح وين العالم دني، احنا اكبر من لا
ليلة مميزة بصوت الفنانة اللبنانية ناتاشا في منطقة ذا جروز، استمتع بها زوار المنطقة بأجمل الأغاني الخليجية واللبنانية. وساعة أحل الشوق ذيك عن قناع، شفتك يا حبيبي شفتك كما استطاعت منطقة ذا جروفز أن تمنح زوارها خيارات متعددة للاسترخاء وتقديم تجربة فريدة من نوعها. نتابع. ليلة طربية من مختلف مطربي الدول العربية حول نافورة البوليفارد. يتيح متجر الذكريات في البوليفارد ديوت سيتي لزواره اقتناء ملصقات أو شعارات أو أكواب تحمل شعار الموسم لتبقى في ذاكرتهم وذكراهم. مطاعم ومطابخ عالمية في منطقة ذا إلي تجمع المذاق المميز والأجواء الشتوية الجميلة. مشاهدينا وصلنا لختام هذه النشرة، كونوا بخير وتخيل أكثر.